السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي طلاب وطلبات الصف الخامس الابتدائي، أهلا وسهلا بكم. النهاردة بإذن الله هناخد ليسون 3 من يونت 10 ودرس Using Telling to Calculate Area. النهاردة بإذن الله هيكون في حاجة جديدة. خدنا الحصة في جروب، ماشي، جروب من الطلاب اللي معايا. سجلت الحصة عشان أوريكم برضو التفاعل وإزاي الحصة بتكون ماشية، وفي نفس الوقت نشوف رأيكم في الحصة. طبعا لو عجبتكم فكرة الحصة، للأسف الكومنتات مقفولة، فانتوا ابعتولي على الجروب بتاع الواتس، هتلاقوا اللينكات بتاعته بتاعت جروب الواتس وجروب التليجرام تحت الفيديو. ابعتولي رأيكم عشان لو كنا نكمل بالطريقة دي أو نرجع للطريقة العادية. وأهم حاجة تركزوا معايا في حلقة النهاردة، ويلا نبدأ الدرس. أول حاجة هنتكلم عليها النهاردة إن شاء الله هي using telling to calculate area. إزاي اعمل count الاريا. الاريا عندنا طبعا بتحسب بطرق كتيرة جدا. اول طريقة فيهم هي الايه، الكاونت. الكاونت بعد اليونتس اللي جوه الشيب، يعني بنيجي على الشكل اللي قدامنا ده كده واقول find the area، بنعمل ايه؟ بنعمل count للايه، لليونتس اللي جوه الشيب. اليونتس اللي هي السكويرز او rectangles على حسب الشكل متقسم ليه. فبنبدأ نحسب. طبعا الحساب هنا ليه كذا طريقة. في طريقة ان انا اقعد اعد الايه، اليونتس كلها، يعني اقول 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 وهكذا لحد ما اعد الباقي. وفي طريقة تانية اللي هي ايه، نعد الكولوم والرو. تمام، انا عندي هنا هنلاحظ ان في ادي 1 2 3 4، ده فين؟ في الكولوم الواحد. طيب 4 في كم كولوم؟ في 1 2 3 4 5 6، يبقى ممكن اقول له على طول 4 تايم ايه، تايم 6، واجيب الايه، واجيب الريزلت. يبقى دي طريقة. تمام، يبقى دي طريقة اقدر احسب بيها ايه، اقدر احسب بيها الاريا. او الطريقة التانية اللي قلت لكم عليها من شوية، ان انا ايه اعمل كاونت، كاونت لكل ايه، لكل اليونتس اللي جوه. تمام، يبقى دي اول طريقه. نيجي على الفجر. لا يا حبيبي، انت اللي بتحدد الاسهل لك. انا ممكن اقول لك دي احسن ودي احسن، بس انت بتختار الاسهل. تمام، كده كده احنا هناخد طرق كتيره في حساب الاريا، وبعدها في الاخر خالص نبدا نحدد مين فيهم الاحسن على حسب ايه، استيعاب كل واحد. قال لي draw a rectangle with an area 12 square units. ارسم لي شكل اللي هو rectangle، يعني الاريا بتاعته 12. اعمل ايه؟ اول حاجه لازم اجيب الفاكتورز بتاعت ال 12. يعني ايه الفاكتورز بتاعت ال 12؟ يعني كام تايم كام ايكوال 12؟ طبعا عندي ارقام كتيره. في عندي اول حاجه كام؟ ايه؟ عندي 1 تايم 12، عندي 1 تايم 12 و2 تايم 6 و3 تايم 4. يبقى انا اقدر دلوقتي ارسم ايه، ثلاث انواع من الريكتانجلز. ما هي 3 تايم 4 هي 4 تايم 3. يبقى انا دلوقتي عندي ايه، اقدر ارسم ثلاث انواع، مش كده؟ 3 different rectangles. هنيجي على اول واحد 1 تايم 12، اهو 1 تايم 12، 1 اهو و12 اهو. طيب عايز ارسم مثلا 3 تايم 4، هي 1 2 3 وادي 1 2 3 4. طب عايز ارسمه 2 تايم 6، ادي 2 اهي وانا عندي 6. تمام، فانت بتحسب واحده بالطول واحده بالعرض اللي هي كولوم وايه، ورو. تاني دلوقتي انا بقول عايز اعمل ريكتانجل الاريا بتاعته 12، فاجيب الفاكتورز بتاعت ال 12 الاول اهي، 1 تايم 12 2 تايم 6 3 تايم 4. دي كده ايه، الفاكتورز بتاعت ال 12. ابدا ارسم بقى اي واحده فيهم. تمام، نيجي مثلا على الاولى 1 تايم 12. 1 تايم 12 يعني 1 كده اهو و12 كده. تمام، طيب 2 تايم 6 يعني 2 كده بالطول اهو، 1 2 ماشي، وامشي كده ايه، وامشي كده 6. طب 3 تايم 4 ايه،
يبقى 3 بالطول ادي 1 2 3، و4 بالعرض ادي 1 2 3 4. وبعد كده طبعا اكمل الايه، اكمل الشكل. يبقى لا في اي حته، في اي حته في الرسمه دي بتبقى فاضيه، بس هو هنا عشان متجاوب عليها ففي اجابه قدامك اهي، انما هو الطبيعي بتكون جايه فاضيه. طيب نيجي بقى على الجزء الثاني، نيجي على نمبر 2 تيلينج with fractional dimensions، يعني هات لي الاريا بس لو جت في صورة ايه؟ في صورة فراكشن. طيب نحسبها ازاي؟ برضو نفس الفكرة اللي قلت عليها من شوية، هناخد واحد بالطول وواحد بالعرض، تمام؟ فنيجي هنا بالطول، انا عندي 1 و1 وهاف، يبقى 2 اند هاف. طب نيجي بالعرض، ادي 1 2 3 4 5، يبقى عندي 5، يبقى اخد الاثنين واعمل لهم ايه؟ اعمل لهم تايم. يبقى انا كده جبت الايه؟ طبعا التايم بقى احنا عارفينه، ان كنا هنحاول امبروبر ولا هنحله عادي على حسب ما احنا حابين. هنخليها 5 اوفر 1 مش 1 اوفر 5. 5 اوفر 1 تايم 2 اند هاف، 2 اند هاف احولها هيبقى هنا 2، واقول له 2 تايم 2 4، 4 1 كام؟ 5. وبعد كده 5 تايم 5 ب 25، معلش 5 تايم 5 ب 25، يبقى 25 اوفر 2. ممكن اسيبها كده وممكن ارجع احولها لايه؟ احولها لميكسد، الاثنين هتبقى صح، تمام؟ لو حلتها ميكسد هتبقى 12 اند هاف، سبتها زي ما هي برضو صح، اللي جبتين صح. يبقى لو جالي شيب زي ده وقال لي هات لي الاريا، اخد 1 كولوم وذ 1 رو ونعمل لهم تايم ونجيب الايه؟ ونجيب الاجابه. طب نيجي عند اللي بعدها برضو نفس الفكره، قال لي 4 اند هاف وعندي 3 اند هاف، ادي 3 اند هاف اهي و 4 اند هاف اهي، اخدهم واعمل لهم ايه على طول؟ اعمل لهم ملتبلاي على طول، تايم على طول. طبعا واحد فيكم يقول لي يا مستر احولهم، ماشي. واحد يقول لي اعملهم من غير ما احول، برضه صح، على حسب ما انت حابب تحل. احنا تعودنا واحنا في الـ في الـ في الدرس ان احنا بنحولهم عشان يبقى اسهل. ف 3 اند هاف هتبقى 7 اوفر 2، شاطر. تايم 9 9 اوفر 2، اكسلنت، جميل. ونجيب الريزلت اللي هو يطلع في الاخر 15 اند 3 كوارترز، ده لما هو حولهم. طبعا انت ممكن ما تحولهاش عادي، دي صح ودي صح. مفهوم يا اولاد ولا فيها مشكلة؟ مفهوم، الله ينور عليكم. نيجي على الجزء اللي بعده برضو نفس السؤال اهو، 5 and third time 3 and half، نفس الفكرة. مش شايف ان فيها حاجة جديدة يعني، ولا انتوا شايفين فيها حاجة صعبة؟ نفس الايه؟ نفس الفكرة. نيجي بقى على الاكزامبل اهو، هنحله احنا مع بعضنا بقى. يلا حلوه كده بسرعه وبعد كده هتقول الاجابه وانا هحله بعدكم. طيب الاول هل في سمبليفاي؟ هل في سمبليفاي الاول؟ مفيش. يبقى اللي فوق تايم اللي فوق واللي تحت تايم اللي تحت. 11 تايم 7 77 و2 تايم 4 ب 8 يبقى 77 اوفر 8 اوفر 8. طيب دي برضو نفس الفكره بتاعت الرسمه، ماشي. نيجي بقى على الجزء المهم اللي هو applying the area formula. الفورمولا اللي هي الايه؟ اللي هي الرولز اللي انا بتخذها عشان احل بيها. باخد رول معينه واحل بيها. لو لاحظتوا هنا هنلاقي جايب لك ايه؟ ريكتانجل اهو، وجايب لك واحده فين؟ فوق وواحده تحت. فنحن بنعمل لهم ايه؟ ايه؟ نعمل لهم تايم. يبقى ده كمان، يبقى ده الطبيعي ان ده رول معينه. الرول اهي اللينث تايم الويدز، يبقى الاريا ايكوال لينث تايم ويدز. اللينث اللي هو الطول والويدز اللي هو العرض، ماشي. طب مين فيهم يا مستر اللينث ومين الويدز؟ مش هتفرق، لان كده كده الاثنين هيتعاملوا ايه في الاخر؟ هيتعاملوا تايم لبعض، فهتفرق بقى مين فيهم تايم مين؟ مش هتفرق، مش كده؟ يبقى الاريا ايكوال لينث تايم ايه؟ تايم ويدز. كل تو نمبرز من دول بعمل لهم تايم واجيب الايه؟
واجيب الاريا. نيجي على اول واحده 3 and a half times 2 and 2 fifths. هنحول الاثنين الاول 3 and a half لسه حلينها هتبقى هنا 2 هنا 7 times ال 5 هتبقى زي ما هي وفوق يبقى كام 12 تبقى 12. اه تعالوا بقى هنا، هنا في ايه الشاطر يقول لي؟ ايوه سمبليفاي شاطر، يبقى هنا 1 وهنا 6 ونعمل تايم بعد كده خلاص بقى 7 تايم 6 42 اوفر ايه؟ اوفر 5 اوفر 5 شطار يا ولاد. اه مش محتاجين بقى نحولها خلاص تمام. نيجي بقى على اللي بعدها 3 كوارتر وثيرد. هنا 3 كوارتر وثيرد الاثنين بروبر فما فيش تحويل، هنعمل على طول ال 3 تايم ال 1 وال 4 تايم الايه؟ وال 4 تايم ال 3 وممكن نعمل لها سمبليفاي. اه شطار، يبقى هنا اعمل ايه؟ اهو اشتال ال 3 مع ال 3 هيبقى لي 1 اوفر، هيبقى لي 1 اوفر. طب نيجي على اللي بعدها، اللي بعدها عندي وول نمبر احوله لايه؟ 3 اوفر 1 شطار. طيب حولته لفراكشن وهنا 3 واقول 3 تايم 2 ب 6 6 1 7 وبعد كده ايوه شطار نشيل ال 3 مع ال 3 ونعمل بقى اللي فوق تايم اللي فوق 7 تايم 1 ب 7 1 تايم 1 ب 1 7 اوفر 1 بكام؟ ب 7. احسنت يا ولد. طيب هنا طبعا جايب لي نفس الايه؟ نفس الفكره هنعمل تايم. تعالوا بقى نحل الثلاث اسئله دول مع بعض يلا. هنا 4 fifths تايم ثيرد يلا 4 تايم 1 4 لا انا بقول واحده واحده 4 تايم 1 4 وال 3 تايم 5 بكام؟ 15. هل فيها سمبليفاي؟ هل فيها سمبليفاي؟ ما فيهاش. نيجي على بعدها 6 and a half times 3 and 8 يلا 13 over 2 times 25 هنا 2 وهنا 13 شطار قوي. طيب وهنا 8 وهنا كام بقى فوق؟ ها 25 شطار. طيب هل في هنا سمبليفاي؟ لا ما فيش سمبليفاي. امال هنعمل ايه؟ هنعمل تايم عادي. هعمل هنا 2 تايم 8 ب 16 ماشي وهنا 25 تايم 13 هي 25 تايم 10 250 25 تايم 3 75 325. لا ما هي ما فيهاش، لو فيها هنا سمبليفاي كانت عملت، انما طالما ما فيش سمبليفاي يبقى حتى لو عملت تايم مش هيبقى فيها ايه؟ مش هيبقى فيها سمبليفاي. نيجي على اللي بعدها هنا 7 اوفر 1 تايم 21 اوفر 4 في سمبليفاي؟ لا ما فيش، يبقى هنا 4 زي ما هي وهنا 20 تايم 4 140 ماشي؟ تايم 7 قصدي 140 1 تايم 7 ب 7 يبقى كام؟ 100 and 48 and 47. طبعا ما فيش سيمبليفاي لانه قلنا في الاول ما فيش هنا ايه؟ ما فيش هنا سيمبليفاي تمام كده؟